للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا من الموصل المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول. سيد العميد أهلا بك، إذا آخر التطورات الميدانية على الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة لا زالت قطعتنا بجميع محاور القتال مستمرة بعملية تقدمها والتوغل داخل مناطق الموصل القديمة ومدينة الموصل القديمة، حيث تمكنت اليوم قطعات الجيش العراقي المتمثلة بقطعات الفرقة 16 من تحرير الجزء الجنوبي لحي الشفاء، وأيضا السيطرة على قلعة باش طايبة الأثرية وسجن الأحداث ومرقد يحيى أبو القاسم وكنيسة ماريا، وسيطرت على الجسر الخامس من الضفتين، الآن الضفة اليمنى واليسرى تحت سيطرة قطاعاتنا، وإدامة التماس مع حي راس الكور الذي يقع ضمن الساحل الأيمن ومدينة الموصل القديمة. كما أن قطاعات فرقة الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية مستمرة بعملية التوغل داخل الجزء الشمالي لحي الشفاء، وإن شاء الله سيتم السيطرة عليه بشكل كامل خلال الساعات القادمة والأيام القريبة القادمة. وماذا يعني سيد العميد عفوا للمقاطعة، ماذا يعني إذا تمت السيطرة بشكل تام على حي الشفاء؟ يعني محاصرة المدينة القديمة بشكل كامل ووصول القطاعات إلى يعني الأجزاء المهمة من مدينة الموصل القديمة، حيث منطقة راس الكور وأيضا مناطق باب جديد وباب البيض ودجة برقة والمشاهدة، كل هذه المناطق يصبح توغل قطعاتنا فيها بشكل كبير ومستمر. الغاية من هذا هو الضغط على العدو واستنزافه بشكل كبير، إضافة إلى هذا هو عملية إخلاء المواطنين بعد أن أجبرهم عناصر التنظيم الإرهابي واستخدمهم كدروع بشرية. بما يخص اليوم معارك جهاز مكافحة الإرهاب، كيف تسير الأمور معهم؟ حقيقة التقدم والتوغل لأبطالنا في قوات النخبة العراقية المتمثلة بأبطال قوات مكافحة الإرهاب توغل جيد، حيث استطاعت القطاعات التوغل بأعماق وبمسافات كبيرة داخل مناطق مدينة الموصل القديمة، رغم الاشتباك مع عناصر التنظيم الإرهابي، حيث الآن يعتمد هذا التنظيم الإرهابي على مصائد المغفلين وعملية زرع العبوات الناسفة والتلغيم للدور وترك مفارز التعويق المتمثلة بالقناصين ومفارز الهاون، لكن التقدم كان جيد لأبطالنا، قتل العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي. أيضا هذا التنظيم بات منكسر أمام تقدم وعزيمة أبطالنا في قوات مكافحة الإرهاب، حيث بدأ بترك الأسلحة والمعدات أمام تقدمهم، وإن شاء الله نشهد في الساعات القادمة القريبة هناك المزيد من تحرير مناطق ضمن منطقة مدينة الموصل القديمة. سيد العميد، بما يخص هذا التقدم السريع للقطاعات العراقية بمختلف صنوفها، ماذا عن المدنيين؟ كيف تتم عملية إخلائهم من تلك المناطق التي يتم وضع اليد عليها؟ حقيقة لحد اليوم كان هناك نسبة قليلة من المواطنين استطاعوا التملص من إصابات داعش الإرهابية وتم استقبالهم ونقلهم إلى مناطق آمنة، بسبب أنه هذا التنظيم الإرهابي استخدم الحافات الأمامية لمدينة الموصل القديمة بعد أن تم إخلاءها من المواطنين، وقاموا بعملية تلغيمها وزرع مصائد المغفلين والألغام وترك مفارز التعويق. نتوقع خلال الأيام القادمة عندما تتوغل قطعاتنا إلى مسافات أكبر داخل مدينة الموصل ستكون هناك عمليات نزوح كبيرة. هذا التنظيم يسيطر على بحدود 100,000 مواطن بالقوة والكراه ويستخدمهم كدروع بشرية. أيضا هناك توجيهات صدرت للمواطنين من خلال إلقاء المنشورات وكذلك من خلال مضخمات ومكبرات الصوت التي تبث تعليمات للمواطنين عن كيفية التعامل والممرات الآمنة التي سيتم فتحها لغرض استقبالهم ونقلهم إلى مناطق آمنة. أعرف حضرتك يا سيد العميد مشغول جدا بهذا التطور الأمني المتسارع الذي يحصل في غربي الموصل، لكن ماذا عن شرق الموصل؟ كيف تبدو الحياة بالنسبة للمواطنين هناك وهم يستمعون إلى هذه الأخبار والتسارع ربما بتحرير ما تبقى من المدينة؟ يعني الجهة الشرقية أو الساحل الأيسر لمدينة الموصل حقيقة ينعم بالحياة الطبيعية، عندما تدخل إلى مناطق مدينة الموصل في الساحل الأيسر ترى أن الحياة، المحلات، الأسواق، التعامل، أيضا الدوائر الحكومية الخدمية
كذلك حتى في أحياء الساحل الأيمن التي تم تحريرها، كنا نتجول برفقة السيد قائد عمليات قادم نينوى الفريق قوات خاصة ركن عبد الأمير رشيد يار الله، وشاهدت بنفسي الأحياء التي تم تحريرها. هناك أحياء عادت الحياة لها، وهناك جهد خدمي أيضا بعملية إزالة مخلفات المعارك وعودة العوائل لحياتها. حقيقة الشعب الموصلي يحب الحياة وهو متفائل ب يعني عزيمة واندفاع قطاعاتنا. أنا من خلال شاشتكم الكريمة أطمئن الجميع أنه لن تطول مدة معاناة أهلنا وناسنا فيما تبقى من مدينة الموصل القديمة، سيتم تحريرها وتعلن تحرير مدينة الموصل والساحل الأيمن بشكل كامل على يد الأبطال في القطاعات المشتركة العراقية. ونحن ننتظر ذلك منكم سيد العميد. سؤال أخير، بودي أن أيضا أستعلم عن محور الحشد الشعبي، إن كانت هناك أي أخبار جديدة بخصوص هذا المحور. يعني حقيقة الحشد الشعبي أدى دور مهم، حرر مناطق مما وصل إلى الحدود السورية العراقية، سيطرنا على الحدود والشريط الحدودي، وبدأت عملية وضع السواتر والتحصينات، ونحن إن شاء الله مستمرين بعملية التقدم باتجاه تحرير ما تبقى من الحدود لغرض منع تسلل عصابات داعش الإرهابية باتجاه الأراضي العراقية. إذن من الموصل المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، أشكرك شكرا جزيلا.